مشترك مع جمعية بيوت الشباب في دراسة استمتع وتعلم لتعليم اللغة والترفيه. المشرفين ما قصروا معنا والسكن زين الحمد لله والأكل بعد زين الحمد لله والرحلات بعد زينة وما قصروا معنا. شلون استمتعت في الرحلات؟ اي استمتع. كم مرة رحت لندن؟ مرتين. بعد خاطرك مرة ثالثة؟ ايه. يلا ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. يلا موفقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد اسحاق الشيبي. حبيت اتكلم عن الرحلة وعن الدراسة. طبعا الدراسة الحمد لله هي زينة وعلى اتم التمام. والرحلة بعد الحمد لله بتمام. مع استمتع وتعلم. فبس بغيت من الجميع اللي لها أول مرة وذي إن شاء الله يجي مرة ثانية وبس نتمنى الجميع الخير. Barry, I'm a teacher of in Wataga English, and we have 41 Qatar students, and I'm teaching maybe about 30 of them. Most of them are good students. They're very polite. Some are more hardworking than other students, but they're good kids. It's much easier when they want to learn English, and about half of them put in a lot of effort, and maybe four or five could do with putting in a bit more effort. Yeah. But the guys who are working hard, they're smart and they're improving their English. So overall, I'm happy to be teaching the Qatari students. Okay. يوسف سليطي مشارك في رحلة استمتع وتعلم 6/15 واحنا فرحين في سفاري حديقة الحيوان وشفنا حيوانات الأرانب والفيران يعني العديد من الحيوانات وبس. واستفدت بعد من لغة الإنجليزية. الحين صار لي أسبوعين هني والحمد لله استفدت ويطلعونا رحلات وشي المصرفين معي وكلام الحمد لله. وأهم شيء لندن نزلونا مرتين أسبوع الجاي إن شاء الله بننزل مرة وأتمنى يعني تيون تجربون لأن في استمتعت على السنة الجاية في السنة اللي بعدها وكذا.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم